مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم بيوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. كل سنة وحضراتكم طيبين. انتهى شهر رمضان الكريم وكمان أعيادنا في طبعا مصر، كل الخير يا رب لمصر. قبل ما أبدأ أي حاجة، طبعا خالص التعازي هنا من أسرة برنامج المحترف وأسرة قناة النادي الأهلي لكل أسر شهداء الوطن العزيز في طبعا الحادث الأليم اللي كلنا يعني تفاجأنا به بعد يعني العيد مباشرة. يا رب يلهم طبعا كل أسر الشهداء الصبر والسلوان، ويا رب مصر دايما تكون في أمن وأمان.